ساهم ان شاء الله الى غيره. فاذا الى بغيت نقول لكم احنا غنديروا واحد التوافق ان شاء الله. هذه مرحله تاسيسيه، وفي المرحله التاسيسيه غادي نقترحوا عليكم ان شاء الله شكون اللي كنشوفوه رئيس اللي غادي يجمع. طبعا اذا وافقتم عليه بشده الاجماع كنقترح باش الرئيس يكون من طنجه، يكون عنده نائب الاول من تطوان والنائب الثاني من الشاو باش يوقع واحد النوع من التوازن. ثم بعد ذلك حنا غنحاولوا نشوف اتجاه الى ما هما الى اضطرينا نشوف اتجاه نديرو 17 مكتب. شوفوا واش مستعدين الاخوان كاملين مستعدين؟ نعم ولكن ما يمكنش نديرو كلشي الاخوان طبعا، لانه خصنا نخليو مجموعة للشاون باش تقابل المنتدى ديال الشاون ضروري. شكرا. هذا الفرع الخامس الجهوي الذي نؤسسه في إطار توسيع عملنا المبادرة الوطن أولا، بعد الرباط سلا القنيطرة والضرب دسطات فاس مكناس والشرق، الآن طنجة تطوان الحسيمة. المبادرة الحمد لله عليها إقبال من نخب متعددة داخل الوطن وخارج الوطن، فروع داخل الوطن وأيضا فروع خارج الوطن، وبدأنا بفرنسا ثم سننطلق إن شاء الله إلى دول أوروبية، إلى بدأنا نستعد لكندا وأمريكا، نستعد أيضا ل يعني آسيا، نستعد أيضا لإفريقيا. طبعا هذه المبادرة كما شرحت دائما هي واحد الإطار، إطار للترافع الوطن، للقيام بتأطير المجتمع وترسيخ القيم الوطنية، إطار للإبداع والمبادرة والاقتراح في المسار التنموي الاجتماعي والاقتصادي للبلاد ديالنا، إطار أيضا لتأطير المواطنين. طبعا هي ليست حزبا ولا نقابة، ولكنها ستقوم بكل ما يمكن أن يكون مفيدا للوطن وأن يكون مفيدا لشعبنا وللمواطنين. طبعا ما هو مطلوب الآن؟ وهو عند هذا الانفتاح والتأسيس أن ننطلق في واحد العدد ديال البرامج، بعضها بدأ وبعضها إن شاء الله سيتعزز في الشهور المقبلة. أولا القيام بندوات، محاضرات، قوافل، حملات، مثل الندوة التي ندوات اللي نظمنا حول الفن والتنمية، حول الدبلوماسية الموازية، حول الاقتصاد الجبلي، حول الاستثمار الصغير والمتوسط، والندوة المقبلة اللي غتكون يوم 5 مارس بالرباط حول مستقبل الطبقة المتوسطة. قمنا أيضا بحملة وسنعززها دائما، كل مرة سنختار لها يعني مجال من المجالات حول منتوج بلادي وأفتخر، نريد أن نعدل من ثقافة الاستهلاك لنتعتز بالمنتوج الوطني. الآن نحن بصدد التنسيق مع البعض من أجل حملة ضد كل الآفات التي يتعرض لها الشباب، سواء تعلق الأمر بالكسال، بالهدر المدرسي، بالمخدرات، بعدد من الأمور التي يعني تسيء إلى الشباب وتقف أمام ضمان مستقبلهم. ثم ستكون عندنا برامج تأطيرية للشباب وللنساء ولبعض الفئات كالمسنين كالمتقاعدين، ماشي برامج عندها بعد بين قوسين خيري، وإن كان العمل الخيري فيها أجر كبير، لكن عندها بعد اجتماعي تنموي، يعلمني كيف أصطاد ولا تعطيني سمكة. فإحنا ماشيين في هذا الاتجاه، ربط هذه الفئات طبعا ببلادهم، بهويتهم، بقيمهم، ولكن أيضا خلق فرص لتخليهم يكسبوا مكانة في المجتمع، ما يسمى بالتمكين وضمان مستقبلهم. هذا نشتغل عليه. طبعا بالنسبة للإخوان ديالنا في الجالية، القضايا معروفة هو الترافع على القضايا الوطنية، الدبلوماسية الموازية، التمكين للجالية في دول الاستقبال، التعاون العلمي والرياضي والثقافي، جلب الاستثمارات، واللائحة طويلة. فإذا هذا واحد العمل الحمد لله قايمين به اليوم. بالنسبة لجهة الشمال أو طنجة تطوان الحسيمة، هذا الفرع يعني سينطلق إن شاء الله في الأعمال دياله، يعني سيعالج القضايا ديال الجهة. هناك قضايا كثيرة، أبدأ بقضية الماء، تطوير السياحة، الاستفادة من الثروة الطبيعية، الاشتغال على المناطق الجبلية لأن غتكون عندنا منتديات إقليمية، أيضا تطوير اللوجستيك، ولا سيما أن جهة الشمال وطنجة بالخصوص هي نقطة ربط مع العوالم كلها وخاصة مع أوروبا. الاشتغال على موضوع مهم وهو موضوع الشباب في بعض الأقاليم، ولا سيما أن بعض الأقاليم عندها نسبة دعني أقول هدر الشباب
يعني نسبة عالية جدا. ثم أيضا نشتغل على تنمية إن صح التعبير كل الثروات الطبيعية المتوفرة في هذه المنطقة وخاصة الجانب السياحي والصناعة التقليدية. فإذا هذا واحد العمل اللي غادي نقوم به إن شاء الله. طبعا المبادرة مفتوحة أمام كل المغاربة على اختلاف انتماءاتهم أو الذين لا ينتمون، المهم أن تتوفر فيهم النزاهة الوطنية، الله الوطن الملك، النزاهة، الفاعلية طبعا، ومستعد ان يشتغل مع الجميع في هذا الاتجاه. هذا هو التوجه ان شاء الله. انا اليوم عضو للمكتب الجهوي لجمعيه المبادره الوطن اولا ودائما. اليوم درنا الجمع العام التاسيسي ديال هذا الفرع، هذا فرع جهوي من بعد ما تاسس مجموعه ديال الفروض، فرع جهه طنجه تطوان الحسيمه، فرع جهوي يعني من بعد ما تاسس مجموعه ديال الفروع في المغرب في مجموعه ديال المناطق الكبرى مثل فاس مكناس، الرباط، مراكش، يعني جهة الشرق. هاد وصلت النوبة ديالنا حنايا والحمد لله، كان تأسيس على أحسن ما يكون، وكان واحد الزخم ديال العاطفة وديال الحماس من أجل انطلاق المبادرة في الجهة الشمال، جهة طنجة تطوان الحسيمة، بواحد الخطة ثابتة واثقة من أجل تفعيل المبادرة ومن أجل تتميل المنتوج الوطني. حنا مبادرة ديالنا هي مبادرة ديال تتميل المنتوج الوطني في جميع الأشكال دياله، مادية أو معنوية، وإن شاء الله بإذن الله غننجحوا في هذا العمل. أولا هذا تكليف ماشي تشريف، لأن مسؤولية على العاتق كبيرة بزاف. كنتمنى بالإخوان المجموعة اللي معايا في المكتب اختيرت من خيرة الناس اللي كاين في هذا الجمع العام، وأننا غادي نقدموا برامج ونحاولوا نخدموا هذا الجهة من الجانب الاقتصادي والثقافي ونزيدوا بها للقدام. كنتمنى أن نكون عند حسن الظن ديال الرئيس، وأننا نكون دائما في خدمة الوطن تحت التوابيت الله الوطن المالك. وكل رياضي والحاصل على الدبلوم في الكوتشينج من طرف الأكاديمية الدولية الخاصة